السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال مدرب بوليفيا بعد الهزيمة ضد المنتخب الوطني الجزائري. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن انتهت مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب بوليفيا بفوز الخضر، وهذا بنتيجة 3 أهداف لهدفين. وسجل أهداف المنتخب الوطني الجزائري كل من أمين غويري وياسين بنزيا وعصام ماندي، وأجريت المواجهة على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي. وبعد نهاية المباراة قال مدرب بوليفيا: مشاركتنا في هذه الدورة من أجل التحضير لتصفية كأس العالم وكوبا أمريكا. اليوم مباراتنا أمام الجزائر كانت مفيدة وجيدة بالنسبة لنا، لأننا واجهنا منتخبا يلعب كرة هجومية، وهذا ما كنا نبحث عنه. وختم بكلامه: نشكر الجزائر على هذا الاستقبال والتنظيم. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.